شيخ حسن، بس حبيت أني أحييك وحبيت أحيي زميلك الشيخ واقف الشمري الذي قام بمناظرة عظمى مع أحد الغلاة، وقام بتحطيم صورة الغلاة وصورة المفوضة على الهواء مباشرة وتحطيم دينهم. وأرجو منك الحمد لله الحمد لله أن تقوم بالمثل، فأنت أيضا لا تقل علما عن الشيخ واثق، قد يمكن تزيد عليه. لا شيخ واثق، شيخ واثق أكثر العلماء علما. نعم صحيح، بحر من البحور الذي ليس له ساحل. صحيح صحيح صحيح، بيض وجهنا والله يا شيخ، والله إن الحمد رحنا بالمناظرة إنه الحمد حطم الغلاء والمفوضة بشكل لا يوصف، ونتمنى منك أن تقوم بالمثل يا شيخ حسن. أنا أرسل إلي بعض الأحبة مقطعا صغيرا لم أراه، ولكن أنا أهنئ له إن شاء الله، الله يحفظه والله يوفقه، وهو إن شاء الله مثل السيد السيستاني. كما أن السيد السيستاني أعلم العلماء، فكذلك شيخ واثق الشمري أعلم العلماء. أنا أتيت لأسألك عن الخلاف الحاصل بين القريشي والشيخ واثق الشمري في الفترة الأخيرة. لاحظت من القريشي سوء أخلاق، ويتهم الشيخ واثق بالزندقة، يتهمه بالكذب، وأقام حتى بإهانة الله في آخر مقطع له. فهل تعرف الخلاف الحاصل بينهم؟ أنا لا أعرف هذا الأمور الذي أنت تقول يا أخي العزيز، أنا لا أعرف، ولكن الغالي يعني يا أخي العزيز الغالي كلب، يعني الكلب الناصبي أفضل من الغالي، أعلم ذلك. الله الناصبي أفضل، الكلب الناصبي أفضل من الغالي الذي يغلو في أهل البيت عليهم السلام وينسبهم إلى صفات الألوهية. فماذا تتوقع منه؟ ماذا تتوقع إذا هو أنا لا أعرف إذا هو فعل هذه الأمور، فماذا تتوقع منه؟ فأقول لك الكلب الناصبي أفضل من الغالي.